طيب هكلمك على الدور بقى المفروض اللي هو بيبقى اهم في ماتش زي كابتن زي ده، واحنا بنتكلم على يعني الخطه بتاعت كابتن هشام، كان ان هو تامين الجزء الدفاعي، والجزء الدفاعي دايما في المباريات زي دي خارج الارض بيبقى هو اللي عليه الحمل الاكبر، هو حارس المرمى. دور قلب الدفاع كابتن سواء الونش او حجازي بكره، المنتخب الليبي انت لاحظت ان هو يعني دائما بيلعب على الاطراف اكتر يا كابتن، مع يعني ودي بيشتغل العرضيات يعني حتى الماتش اللي فات لما يعني نزل حمدي الهوني برضه ده واحد من الناس. بالظبط بكره دفاع منتخب مصر يتعامل ازاي مع الهجوم الليبي اللي انت ممكن ما اعرفش بقى حضرتك تقيمه ازاي، هل هو هجوم قوي ولا من وجهه نظرك هجوم تديله كام بالعشره يعني؟ هو الماتش اللي فات الأزهر فريق الليبي بشكل يعني هو ما ظهرش بشكل قوي، لكن انت خلقت له فرص من اخطائنا احنا يعني من الوقفه، يعني مثلا ايه الكره اللي اتلعبت في ظهر فتوح والراجل راح واخدها وشايطها وكانت جت في طبعا اللعبه دي الوضع التشريحي بتاع الوضع بتاع وقفه فتوح كان خطا، لانه هو لعب وطلع من الثبات ما خدش جنب في اللعبه مفروض. تاني حاجه هو اكيد اوتوماتيك لازم دايما يفهم البلك العكسي، دايما لازم يفهم ان الراجل التاني جاي بوشه يعني الجامبينج بتاعه او استقبال الكوره ليه هيكون افضل من واحد يبقى مدي ظهره للموقف ده. فعشان كده الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان حجازي والونش دورهم كبير جدا، وهم يعني الحمد لله بفضل الله يمكن افضل اثنين موجودين في الفريق دلوقتي متعاونين منسجمين قافلين الخط الدفاعي بشكل كبير جدا. الحاجات الفرص اللي بتيجي بتبقى جاي اخطاء مش منهم يعني فعليين يعني ما بقاش خطاهم هو يعني، لان هم بياخدوا الكورسات والحاجات العاليه كلها بتبقى في متناول ايديهم، الحاجات اللي بتيجي بالعمق والطويله بيبقى حجازي والونش قافلين عليها. لكن احنا بنتكلم على طرفين الملعب هم اللي المفروض يقوموا بالدور الدفاعي اكتر، يكون اقوى اكتر. انا اشرف واقرب بالظبط، فالحاجات اللي هي فيها كورسات او كلام من ده دي مفروض دور كبير جدا على النني انه يقفل الحته دي مع ايمن اشرف، وهنا السوليه يقفل مع بتاع ده مع طارق حامد بقى كابتن يقفل في قلب طارق الملعب، طارق مقفل نص الملعب قدام يبقى الثلاثي المثلث اللي هو المقفول يعني انت فاهم. فده متهيألي ان ده ممكن يبقى شكل من اشكال الدفاعيه في حاله الهجوم اللي هو بيبقى هجوم. طب بتفتكر يا كابتن الثلاثه دول اللي حضرتك قلت عليهم في نص الملعب بيشتغلوا كستاره كده، ولا واحد مثلا قدام خط الدفاع هو اللي بيبقى موجود كاليبر متقدم؟ هو طارق اللي بيبقى واقف قدام خط الدفاع، وعمر السولية والنني يبقوا مدافع نص ملعب بس ايه مش واخدين طرف الملعب يعني يبقى بس مجرد مثلث كده متوازي بالظبط مثلث على اساس ان برضو يعني عمر هيقوم بدور مهام على البتاع. هو المشكله ان عندي محمد صلاح ممكن هو اللي يبقى ثابت بس قدام. محمد صلاح الباك استحاله هيتحرك منه بوجود وخصوصا بكره. طيب انت كنت بتكلم على محمد صلاح وبنتكلم عليه كابتن وفكره الدعم بقى لصلاح بالشكل المناسب، انت قلت لي ان في حاله من البطء في المنتخب المصري بتخلي صلاح ما ينجحش في الوصول للمرمى بالشكل المطلوب. اكيد بص احنا تعمل ايه بكره بقى كابتن المفروض يعني، او اللعيبه تعمل ايه، او كروس يعمل ايه، او يدي تعليمات للعيبه لصلاح انه يتعامل معاه ازاي؟ لازم الكره تبقى مباشره وسريعه اسرع من الاداء اللي احنا اللاعب لازم يبصوا مع الكوره مره واثنين وثلاثه. فالحركه بتاعت اللعيبه بتاعتنا واستقبال الكوره للكوره بتاعتك بتبقى مش زي اللاعب اللي بيلعب مع صلاح في ليفربول يعني انت ممكن تبقى وقفتك جوه الملعب ما تبقاش اللي هي تدي سرعه اداء نقل اللعبه بيبقى الحركه بتاعتك بتنزل مثلا نازل بوشك
فاللفه بتاعتك بتبقى عشان تلف لازم تنزل وتدوس عليها وتاخدها وتلف تاني. وترجع. لكن في ناس هناك بيستقبل وبياخد الكره بيقطع كده على طول او اصلا ما بيديش ظهره بالظبط، او هو بيجري بينزل بيستلم فبيستلم وبيجري بوشه مثلا. فهنا في سرعات في الحركه بتاعه اللعيب اللي هو بيستلم الكوره. دي امكانيات وتدريبات بقى لهم فتره طويله، وبالتالي يعني لعيبتنا لازم تبقى هي يعني بتطور نفسها في الحته دي بشكل من زمان. يعني ده تعود، لان انت بتنزل الملعب يعني الدوري، يعني انا بقول ان الدوري المصري مهبط، لان انت النهارده في لعيبتك يعني انت كنت بتنافس لعيبه كتير، يعني تيجي تبص مثلا الاهلي والزمالك والمقاولين والترسانه والمعرفش ايه والكلام من ده، زمان تيجي تبص تلاقي تختار من 6 سردباكات موجودين بتختار منهم مثلا 2 6 عاليين، يعني مش بنتكلم مثلا 6 بتاع صحيح. بتاع لا 6 عاليين مثلا بتيجي مثلا تختار في الـ في الـ في, في عناصر الباكات ليفت مثلا كنت تلاقي احمد رمزي وما اعرفش مين من الاهلي ومين من الاسماعيلي ومين من الاتحاد ومين من الاولمبي، فبيبقى عندك وفره من الصراعات، فعشان كده بتطلع لك نجم مميز. انت النهارده عندك لعيبه كويسه بس مش بقوه. تقول لي مين النهارده جه باك ليفت في قوه احمد رمزي مثلا او ربيع ياسين او في سيد معوض، في سيد معوض عمارة. او الناس دي انت فاهم، او محمد عماره، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، بقى لك قد ايه بتدور على الحته دي يعني انت فاهم. فما فيش الحته اللي فيها منافسات، لكن عندك افضل لعيب فلان فتوح مثلا ومعاه ايمن اشرف، طب فين الباقيين؟ ما عندكش، بعيد كل البعد عن المستوى. فعشان كده بتظهر اللعيبه اللي موجوده عندك برضو بامكانيات مش اللي هو متوقع، لكن لو انت قرست وطلعت لك 2 3 مدافعين باكات ليفت مثلا هتلاقي الاتنين دول بقوا اشرس من كده، بقوا احسن.